مرحبا، أهلا وسهلا فيكم في ورشة الكتاب العلمية اللي راح أكون فيها مع الصديقين الغاليين منذر وعمار. أنا فادي عمروش، معي بكالوريوس وماجستير في الهندسة المعلوماتية من جامعة حلب، وبعدها كملت الماستر والدكتوراه في الاقتصاد التجريبي Experimental Economics في جامعة غرناطة بإسبانيا. راح أكون معكم في هذه الورشة للإجابة على الأسئلة اللي ممكن تطرحوها في سبيل كتابة مقال علمي متكامل، والأسس اللي واجب اتباعها لكتابة مقال صحيح الإسناد والاقتباس قدر الإمكان. راح أكون سعيد بالإجابة على أسئلتكم، فلا تبخلوا بالأسئلة خلال فترة الورشة، ونحاول نصل مع بعض لخرج متكامل للورشة بحيث الكل يكون مستفيد فيها ونحصل على أفضل فائدة ممكنة للجميع. أنا سعيد مرة ثانية بالتواجد معكم والتواجد مع ويكولوجيا، وبتمنى تكون هالتجربة مفيدة لنا كلياتنا، وأهلا وسهلا مرة ثانية.